واتساب. في مصطلحات كتير بنسمعها وبنقراها لكن بنبقى مش عارفين معانيها. النهارده هشرح لكم ثلاث مصطلحات شائعين بطريقة سهلة ومبسطة. أول مصطلح الليبرالية. مبدأ الليبرالية بيعتمد على المساواة في كافة جوانب الحياة بين كل البشر، وكذلك حرية التعبير عن الرأي خصوصا في الجانب السياسي، مرورا بالجانب الديني وحرية المعتقد. بمعنى كل إنسان حر في الطريقة اللي بيعيش بيها والمعتقد اللي بيؤمن بيه طالما مش بيأذي غيره. تاني مصطلح البرجوازية. الأول البرجوازية دي كانت بتشير للطبقة اللي تحت طبقة النبلاء، يعني اللي هم من هم أصحاب المصانع واللي عندهم شركات، اللي هي الطبقة الأدنى من النبلاء. النبلاء طبقة أعلى بكتير زي الطبقة المخملية كده. فالبرجوازية دي كانت الطبقة اللي تحت النبلاء، لكن مع توسع الرأسمالية وانتشارها بقت الطبقة البرجوازية دي من الطبقات العالية في أي مجتمع، وهم عادة اعتبروا هم المسيطرين وأصحاب رؤوس الأموال في كل الدول، بالذات مع توسع التجارة والصناعة، فبدأوا يقتربوا من طبقة النبلاء أو الطبقة الأرستقراطية. واللي بيميز الطبقة البرجوازية دي إن هي بتحصل على الكثير من الربح والمكاسب والأموال بدون بذل أي مجهود، فالأمر عندهم قائم ومعتمد على المجهود اللي بيقوم بيه العمال والموظفين اللي شغالين عندهم. البروليتاريا. البروليتاريا دي مصطلح أطلقه في الأساس كارل ماركس عن طبقة العمال والكادحين في المجتمع، دول اللي هم البروليتاريين، الناس اللي ما عندهمش أي حاجة، لا سلطة ولا مال، عايشين على الله، ما لهمش أي مصدر دخل غير قوة سواعدهم ومجهودهم الجسدي. ومفيش شك إن طبقة البروليتاريا من أشد طبقات المجتمع فقراً، والطبقة المعاكسة ليها هي طبقة البرجوازية، يعني البروليتاريا هي اللي شغالة عند الطبقة البرجوازية. دول كده أول ثلاث مصطلحات أنا شرحتهم، وإن شاء الله الفيديو الجاي هشرح لكم ثلاث مصطلحات جداد.